سلطات ولاية جهة مراكش آسفي قامت بالمدينة الحمراء بزيارة وتدشين عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والرياضي، وذلك بمناسبة الذكرى 67 لعيد الاستقلال المجيد. وبالمناسبة قام والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش السيد كريم قصي الحلو بزيارة مركز سفراء التوحد بمدرسة الرازي بالحي المحمدي، والذي يسهر على تقديم مجموعة من الخدمات للأطفال الذين يعانون من هذا المرض. وبحي القصبة أشرف السيد قصي الحلو والوفد المرافق على تدشين مركز تصفية الدم لمؤسسة أمل لمساعدة مرضى القصور الكلوي. مؤسسة أمل استطاعت في ظرف وجيز الحمد لله في إرساء هذه الخدمة للساكنة ديال مراكش والجهة ديال مراكش أيضا، وإن شاء الله نوصلوا لهذاك المبتغى، إنما الحمد لله لائحة انتظار انتهت بفضل الله، وتنبقى شريك فعال ومتبعين التوجيهات ديال سيدنا الله ينصرو لخدمة هذه الشريحة المعوزة، ولكن في ظروف جيدة جيدة جدا. يتم تدشين القاعة الرياضية لممارسة رياضة الجيدو اللي كتم يعني بدعم من ولاية جهة مراكش آسفي وبشراكة مع الفيدرالية أو الجامعة الوطنية لرياضة يعني الجامعة الملكية لرياضة الجيدو. والهدف هو يعني تعزيز أولا العرض الرياضي يعني في المديرية وباقي المديريات الجهة، على أساس أنه عندنا 11 قاعة في الجهة منهم هذه يعني ثلاثة في مراكش والباقي في باقي الأقاليم. ومن جهة أخرى أشرف السيد قصي الحلو بحي المسيرة واحد على تدشين قاعة لرياضة الجيدو بالثانوية التأهيلية الزرقطوني.